بيقال إن في حرامي سرق في البلدة بتاعته أكتر من 300 بيت لوحده، وربنا كرمه كده إيه واتقبض عليه ودخل السجن، والقاضي بيسأله كم بيتا سرقت، رد عليه قال له 300 بيت. يبقى القاضي سأله قال له كم بيتا سرقت، التاني رد عليه قال له 300 بيت. جه واحد من الحضور كده سأل كده متعجبا، يا ايه كم من بيوت سرقت؟ التاني رد عليه كده بايه بكل ثقه، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. طب مع الرغم ان السؤالين واحد، بس السؤال بتاع القاضي بيسال عن عدد البيوت اللي سرقها، مع ان السؤالين واحد بس كانت الاجابه مختلفه. فكم بيتا سرقت؟ قال له 300 بيت، رد عليه. فهنا كم اللي سال بها القاضي؟ سالت عن ايه؟ عن عدد. سالت عن ايه؟ عن عدد. طيب الكلام بتاع احد الحضور لما سمع المناقشه وسمع الحوار كانت الاجابه بتاعته ايه؟ مش قصده بيسال عن عدد، لا ده بيفيد باخبار كثره الايه البيوت اللي ايه اللي سرقها، وهو ده موضوع درسنا النهارده ما بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه، كم نوعان استفهاميه وخبريه. طيب الكم الاستفهامية دي بسأل بها عن عدد وبحتاج لإجابة. طيب كم طالبا في الفصل؟ هتقول لي 5 6 10 20، هتديني إجابة، يعني هتديني إيه إجابة. طيب خلاص، يبقى كم استفهامية بتسأل عن إيه؟ عن عدد وبتحتاج لإجابة، تقول لي 30 40 20 15 100 1000 زي ما أنت إيه عايز. تمام. طيب يبقى دي كم الايه الاستفهاميه. يبقى طيب لما اقول بقى كم درسا ذكرت كم درس، هترد عليا تقول لي 5 6 7 10، يعني هتديني اجابه واضحه وصريحه للدروس اللي انت ايه ذكرتها. يبقى كم هنا بتسال عن ايه؟ برافو عليك، بتسال عن عدد محدد، وقول لي عدد الدروس. طب كم كتابا قرات؟ انت قريت كم كتاب؟ هتجاوب عليا وتقول لي ان الكتب دي لها عدد محدد من الايه؟ من الكتب. قريت كم كتاب؟ قريت 5 6 10 100، هتديني. طب كم الخبرية؟ مش الهدف منها اسال عن عدد، لا ده بتفيد الاخبار عن كثرة الشيء. طيب وما بتحتاجش لاجابة. طيب ركز معايا في المثال دون، لما اقول لك ايه؟ ها ركز معايا كويس، سيفك انت سرحان مني. طيب كم من معلمين اخلصوا في عملهم؟ كم هنا ما بتسألش عن عدد المعلمين، ده بتفيد كثرة المعلمين اللي اخلصوا فين في العمل بتاعهم، بتفيد كثرة المعلمين اللي اخلصوا في العمل ايه بتاعهم. مش هتقولي 3 4 صح؟ لا، يبقى ما بتسحقش الى اجابة. تمام كده يا مستر. طيب يعني هي بتفيد كثرة الايه؟ العدد. بتفيد كثرة العدد. تاني كم الخبرية؟ بتفيد ايه؟ اخبار عن كثرة العدد. طيب مثال كمان، لما اجي اقول لحضرتك بكل سهولة وبساطة كم عالم لمن انجبت مصر، انا بقول كثرة العلماء اللي مصر انجبتهم، ما تجيش تقول لي ده 5 6 10 100 تاني، لا ما بتحتاجش الى اجابة، ما بتحتاجش الى ايه؟ الى اجابة. تاني الكم الخبرية ما بتحتاجش الى اجابة، اوعى تيجي تقول لي ده كم عالم انجبته مصر، اوعى تقول لي ده خبرية استفهامية، اقول لك اسف. طيب لما اقول حضرتك كده ايه، باباك يجي اخر السنه ويلاقي نتيجتك بسم الله ما شاء الله حلوه قوي، يقول لك كم دروس اهملت؟ بابا هنا حضرتك مش بيقول لك انت كم درس ما ذكرتوش، لا ده بابا بيقول لحضرتك ان انت نيلت الدنيا واهملت دروس كتير. وطبعا انت عارف بابا هيعمل ايه في ساعتها، محدش هيحوش عنك يا حلو. يبقى ناخدها من اثرها كده وايه، ونذاكر دروسنا بدري عشان ايه بابا مش بيسالني عن عدد دروسي، لا ده بس بيعرفني ان انا ايه قصرت. تمام. يبقى كم هنا بتقول لي ان انا اهملت دروس كتير جدا وايه وما ذاكرتهاش، فكم هنا ما بتسالش عن عدد. طيب يبقى ايه الفرق ما بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، وايه هي شروط كم الاستفهامية عشان اقدر اطلعها بكل سهولة وبساطة من الجملة؟ انا عرفت دلوقتي الفرق،
تعالى بقى نتكلم بالتفصيل عن كل حاجة. طيب كلمة اللي بتيجي بعد كم هنا وهنا بتتعرب ايه؟ بتتعرب تمييز على فكرة. طيب تمييز ايه؟ دي مش مشكلتي في الوقت الحالي، اعرفها بالتفصيل فيما ايه بعد. طيب هي بتتعرب تمييز، اوكي، بس تمييز ايه؟ ظروف ومرفوع منصوب مجرور. التمييز مش مرفوع، يا منصوب يا مجرور، تمام. طيب نسيبها بس دلوقتي ونركز ان انا افرق ما بين كامل استفهامية واقدر اطلعهم من الكامل الخبرية ازاي بكل سهولة في الامتحان. ركز معايا، سيب اللي في ايدك، نسكافيهك الجميل كده، وشد التركيز بتاعك وركز معايا عشان نخش على طول على التفريق ما بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أول حاجة وأول حاجة بتجيلي في كم الخبرية إن التمييز كم الاستفهامية، آسف، التمييز بتاعها بيجي مفرد. يبقى أول حاجة بتيجي في التمييز هو تمييز إيه؟ مفرد. يبقى أقول كم طالبا ومفرد كمان إيه؟ مفرد منصوب. تمييز كامل خبرية استفهامية مفرد منصوب، تمييز كامل استفهامية مفرد ايه؟ منصوب. بقى طالبا ودرسا وكتابا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة، بس لازم اقول تمييز كامل استفهامية، لازم اقول تمييز كامل ايه؟ الاستفهامية، لازم اقول تمييز كامل استفهامية منصوب وعلامة نصب الايه؟ الفتحة. ممكن يجي له منون، ممكن كمان مش يبقى ظاهر التنوين عليه، ممكن التنوين ما يكونش ظاهر، يعني لما يكون على اخره تاء مربوطه. كم طالبا حصل على الدرجه النهائيه؟ يبقى طالبا هنا وضحت لي ان دي كم استفهاميه، ما دام منصوبه خلاص يبقى كم منصوبه، يبقى ده تمييز كامل ايه؟ برافو عليك، تمييز كم الاستفهاميه منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. طب في شرط كمان من الشروط يا مستر ولا ايه؟ اقول لك اه طبعا، هو في شروط بتخلص. ركز معايا كويس جدا 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 في الجزئية اللي جاية دي، لان الجزئية دي مهمة جدا ودي فرق واضح وصريح. طيب اتفقنا ان كلمة طالب ايه؟ اه برافو عليكم، ودي كم استفهامية. طيب خد بالك بقى من كم الاستفهامية وان التمييز اللي بعد منها بي دايما مفرد منصوب، دي جزئية بيجي مفرد منصوب. طب التانية حاجة ان ممكن يسبق بحرف الجر، ممكن يسبق بحرف الايه؟ الجر. بكم جنين اشتريت القلم؟ او في كم سنة تعلمت؟ اول ما تلاقي كم قبلها حرف جر وانت مغمض من غير تفكير كم استفهامي، هتقول لي بجنيه، باتنين جنيه، بعشرة جنيه، مية جنيه، انت بترد عليا كم سنة تعلمت؟ سنة اتنين تلاتة عشر اربعة، بتديني اجابة. طيب انا ملاحظ عندي هنا في السؤالين ايه اللي اتحط في اخر؟ برافو عليك، علامة الاستفهام، علامة الايه؟ الاستفهام. يبقى هنا سبقت بحرف جر اهي واتحطت في الاخر علامة ايه؟ علامة الاستفهام. اذا التالت حاجة من علامات كم الاستفهامية ان انا بحط فيها في الاخر ايه؟ بحط في الاخر علامة استفهام. طب التمييز بتاع كم الاستفهامية اذا سبقت بحرف الجر له اعرابين، يا تمييز منصوب يا تمييز مجرور وعلامة جر والكسر، يعني يجوز فيها الاثنين؟ اه يجوز فيها الاثنين، يا تمييز منصوب يا تمييز ايه؟ مجرور. اذا تمييز كم الاستفهامية اذا سبقت بحرف الجر بيتعرب اعرابين، وانت حر زي ما انت عايز، يا تقول تمييز منصوب علامة نصب الفتحة، يا تقول تمييز مجرور علامة الكسرة، وثالث علامة زي ما احنا اتفقنا بتيجي في اخرها ايه؟ علامة استفهام. عرفنا كده افرق ما بين كم الاستفهاميه ازاي، اطلع كم الاستفهاميه ازاي، مفيش ادنى مشكله عندي فيها، والدرس سهل وبسيط. تعال نشوف على تمييز كم الخبريه بطلعه. يبقى تمييزها ايه؟ جمع ومفرد وماله؟ مجرور. اما كم الاستفهاميه تمييزها ماله؟ مفرد. ايه؟ مفرد منصوب. يبقى الفرق ما بين ان ده مفرد وجمع مجرور، اما ده مفرد ايه؟ مفرد منصوب. طيب تعالى ناخد مثال كده، ايه؟ كم بطل كرمته مصر؟ كم هنا استفهاميه ولا خبريه؟ ابص للكلمه اللي بعدها، مرفوعه ولا منصوبه؟ ها ولا مفرد ولا جمع؟ ده كلمه بطل يا مستر اللي بعد منها. طيب ماشي، انا بقول بطلا ولا بطل؟
طيب بطل هنا ايه؟ مش منصوبة. طيب كام قبلها حرف جر؟ لا مش قبلها حرف جر. اذن كلمة بطل دي هي اللي حددت لي نوع مين؟ كام، عشان جاية مفرد. اذن ده جام ايه؟ كام الخبرية، كام الايه؟ الخبرية. تمام، يبقى تمييز كام الخبرية ممكن يجي مفرد وممكن يجي ايه؟ جمع. طيب لما اقول كام بطلا يبقى كده على طول استفهامية، اما كام بطل خبرية. تاني ما اقول كام بطل يبقى خبرية، كام بطل. طيب بطلا ولا بطل؟ لا بطلا دي كده على طول استفهامية من غير كلام. طيب تاني حاجة بتميز كام الخبرية، ان ممكن يجي بعدها حرف جر وبيجي حرف جر واحد بس اللي هو من. بقول كم من بطل كرمته مصر، يبقى كم الخبرية بيجي حرف جر بعدها، اما كم الاستفهامية قبلها. طيب كم من كتب قرأت، يبقى فين كم؟ ادي كم ايه اللي جاي بعد منها؟ من، واللي جاي بعد منها ايه؟ كتب. يبقى على طول اوتوماتيك كده كم خبرية بلا منازع. ليه؟ لان جاي بعد منها ايه؟ حرف الجر. ونيجي نحط في نهايتها على طول علامة التعجب، اما في كامل الاستفهاميه بحط علامه استفهام. طيب الكلمه اللي بعدها بتتعرب ايه؟ قلنا تمييز، بس هنا تمييز مجرور، اما هناك في الاستفهاميه تمييز منصوب. طب حرف الجر من مع كامل الاستفهاميه بيجوز الاثنين، اما كامل الخبريه بقول عليه تمييز مجرور بمن عشان ما زعلش من، واقول ان كتب دي اسم مجرور، او ينفع اقول تمييز على طول؟ لا لازم اقول ان الكتب تمييز مجرور، تمييز كامل خبرية مجرور بمن، وعلامة جره الايه؟ وعلامة جره الكسرة الياء، على حسب نوع الايه؟ على حسب نوع الكلمة، على حسب نوع الايه؟ نوع الكلمة. يبقى عرفنا الفرق ما بين كامل استفهامية وكامل ايه؟ الخبرية. تمييز كامل استفهامية مفرد منصوب، وتمييزها التانية مفرد ايه؟ مجرور. اوعى تقول لي كتب هنا بتتعرف اسم مجرور حبيبي. كم من يبقى كتب على طول دي، او اي كلمة تانية تمييز كامل خبرية مجرور بمن، وعلامة جره قلنا على حسب كتب، هنا جمع تكسير مجرور وعلامة جره الكسر. تمام، عرفنا كده الفرق ما بين التمييزين، عرفنا الفرق ما بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. ايه شاور نفسك. تمام زي الفل، الدرس سهل وسهل وبسيط جدا، وده تكمل الدرس مين؟ استكمالا لدرس الايه؟ التمييز. استكمالا لدرس مين؟ التمييز. تمام الله ينور عليك. تعال نشوف سؤال الامتحان بيجي ازاي. سؤال الامتحان بيقول لي استخرج استخراج، استخرج كام استفهامية كام خبرية، استخرج كام وبين نوعها، على حسب ما يطلب مني فين، او ساعات بيطلب مني ان انا ايه احول من كام الاستفهامية لكام الخبرية. والسؤال ده بيجي ايه كتير في الامتحانات. طب كم ساعة ذاكرت هنا كام استفهامية؟ على طول حولها الى مجرورة وريح نفسك، او اجمعها وريح نفسك. يبقى كم ساعات ذاكرت وحط علامة التعجب، او كم ساعة ذاكرت يبقى على طول ايه؟ خبرية. طيب يبقى الطريقة التانية اما اجمعها يقول ايه، او حط كم بعدها من، كم من ساعة ذاكرت او كم من ساعات ذاكرت. تمام، يبقى دي طريقة تحويل من كم استفهامية الى كم ايه؟ الخبرية. طيب اجي احول كم الخبرية الى كم الاستفهامية، الموضوع سهل وابسط مما تتخيل، ما تعقدش الدنيا على نفسك، العملية سهلة وبسيطة. شوف دي تمييزها ايه واقلبه للتمييز التاني. هنا ساعة مفرد منصوب، يا اما حول المفرد مجرور. طيب كم من مشاريع او كم مشاريع اقامتها الدولة، على طول حول المفرد وريح دماغك. كم ما هي كم مشروعا مشروعا أقامته الدولة. تمام، ركز بقى معايا. يبقى أنا كده عملت إيه؟ أنا كده حولت من الجمع لإيه؟ للمفرد، وخليته إيه؟ منصوب. تمام، بس ما بعملش حاجة أكتر من إيه؟ من كده، ونكون كده نهينا خالص على التمييز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.